اهلا بحضراتكم من جديد. مصطفى، كنت بسالك قبل الفاصل، طلعت الدرجه الاولى، كنت موجود معاهم في كاس الرابطه، كنت موجود كمان في حدث كبير قوي، كاس العالم للانديه. شعورك كنت موجود مع الدرجه الاولى وسط نجوم الدرجه الاولى دلوقتي بتمرن معاهم، محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، بتمرن مع ميشيل يانجري دلوقتي في الدرجه الاولى برضه. ده شرف لأي حد يبقى متواجد فوق في الدرجة الأولى. استفدت خبرة كتير لما طلعت فوق، واستفدت من كابتن شناوي وكابتن علي لطفي وكابتن شوبير، استفدت منهم كلهم. طب قول لي بقى، أول واحد استقبلك منهم كان مين وقال لك إيه؟ كان أوفا، مصطفى شوبير. أوفا شايل بأوفا. قال لك إيه مصطفى؟ أول تمرينات ليا فوق كان بيقول لي أكنك بتتمرن تحت عادي، ولا أكنك في حاجة، بتتمرن مع فريقك زيك زي فريقك عادي، اعمل اللي عليك وربنا يكرمك، والحمد لله. طب قول لي بقى، من مدينة نصر لكأس العالم للأندية، يعني بص، نقلة كبيرة. شعورك بقى لما رحت هناك كأس العالم للأندية والملاعب والنظام وحدث ومحفل عالمي كبير زي كده؟ لا، أنا اتفاجئت برضه بنفس الحوار. أنا كنت ساعتها في كاس الرابطه، كان مع كابتن ميشيل، بلغني بعديها بيوم بعد كاس الرابطه اللي انا بقى متواجد معاهم في كاس العالم. ما كنتش عارف، انا كنت واخد الشنطه بتاعتي ومروح، فلقيته بيقول لي انت هتكمل مع الفرقه وهتسافر معاهم كاس العالم. انا استغربت، فكملت معاهم وسافرت معاهم، واستفدت بخبره كتير كمان هناك مع كابتن شوبير وعلي لطفي. بس